قالت وزارة الصحة إنها أعدت خطة متكاملة لرصد مرض الكوليرا في البحرين لضمان الكشف المبكر عن أي حالة إصابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشارها. وأشارت الوزارة إلى أن المختصين على متابعة حثيثة واطلاع مستمر على آخر المستجدات حول الكوليرا في العراق، وكذلك على توصيات من منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بهذا المرض. وللمزيد معنا عبر الهاتف الدكتورة مريم الهاجري، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. مرحبا بك دكتورة. ما الإجراءات التي اشتملت عليها خطة وزارة الصحة لرصد مرض الكوليرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومساكم الله بالخير. مساء النور. بخصوص الإجراءات التي اشتملت عليها خطة وزارة الصحة للترصد ومنع انتشار الكوليرا، منذ الإعلان عن ظهور حالات كوليرا في العراق، قامت وزارة الصحة بمملكة البحرين بوضع خطة شاملة مع ذوي الاختصاص وذوي العلاقة لمواجهة واحتواء مرض الكوليرا. وتم وضع خطة تنفيذية وعمل دلائل إرشادية للعاملين الصحيين في القطاعات الحكومية والخاصة حول آلية التعامل مع مرض الكوليرا، خاصة الحالات المشتبه بإصابتها أو الحالات المؤكدة. كما أكدت الوزارة على تعزيز وتقوية الترصد الوبائي، وخاصة للحالات المشتبه بإصابتها بالعدوى، وخصوصا للقادمين من العراق، مع تعزيز الوعي الصحي للعاملين بأهمية إعطاء الإرشادات الوقائية للمسافرين حول اتباع قواعد سلامة الماء والغذاء. هذه أول شيء. ثاني شيء، قامت الوزارة وبالتنسيق والتعاون مع المعنيين والمسؤولين بالمنافذ الجوية والبرية بوضع آلية للتعامل مع المسافرين سواء المقادرين أو الواصلين من الجمهورية في العراق، وخاصة أن احنا أصدرنا تعاميم لمنع السماح للقادمين من العراق جلب الأطعمة والمشروبات، وهذا كله بالتنسيق مع المسؤولين بالمنافذ. طيب دكتورة، كان هناك الإعلان عن أنه هناك 57 حالة مشتبه بإصابتها بالمرض، تبين بعد الفحص المكثف أن هناك 7 حالات فقط مصابة. نعم. اليوم علمنا أنها جميعها تماثلت للشفاء. نعم، أنا يعني ودي في هذه الدقائق أن أوضح أن خطر انتشار مرض الكوليرا في البحرين منخفض جدا بسبب توافر الماء الصالح للاستهلاك الآدمي، وكذلك بأن نظام الصرف الصحي في البحرين فعال وغير مختلط بمياه الشرب. طيب دكتورة، ما هي نصائحكم للجمهور إذا كان هناك أي نصائح؟ نعم. حول هذا المرض، خصوصا للقادمين أو المغادرين إلى الدول التي ينتشر فيها هذا المرض. هناك إحنا مرض الكوليرا ينتقل عن طريق الماء والأكل الملوث ببكتيريا المرض، فيتوجب على جميع المسافرين إلى العراق الحرص على استخدام المياه المعبأة للشرب، وكذلك قصف الخضروات والفواكه وتحضير الأطعمة بمياه معبأة أو مقلية جيدا، واتباع قواعد النظافة العامة خاصة إذا كانوا يعتنون بشخص مصاب بالإسهال. كذلك على جميع القادمين من العراق، يجب على كل مسافر تظهر عليه أعراض الإسهال أو القيء أثناء السفر أو خلال 5 أيام من قدومه للبحرين، الإسهال أو القيء هم أهم علامات الاشتباه بالإصابة بهذا المرض دكتورة، أليس كذلك؟ أقرب مركز صحي إن شاء الله، وكذلك أنهم عدم إحضار أي أطعمة من العراق. طبعا الأعراض مرض الكوليرا باختصار هو عبارة عن عدوى معوية حادة تسببها البكتيريا المسببة للكوليرا، وأعراضها هي إسهال شديد شبيه بالماء مع قيء. واحيانا طبعا المريض لما يصيب هذه الاعراض يفقد كميات كبيره من السوائل والاملاح، وممكن يحصل عنده جفاف. لذلك احنا ننصحه انه يذهب الى اقرب مركز صحي لاخذ العلاج. شكرا جزيلا لك دكتوره. شكرا لكم، حفظكم من كل شر ومكروه. شكرا دكتوره مريم الهاجري، مدير اداره الصحه العامه بوزاره الصحه.